لم يتوقف الإعلام الغربي عن التحذير من استغلال الأسد لكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في السادس من شباط الحالي لتلميع صورته والعودة للمجتمع الدولي والدفع بقطار التطبيع العربي. تقرير لصحيفة ذا تايمز البريطانية حذر من استغلال نظام الزلزال لمحو الأدلة على جرائمه التي ارتكبها ضد الشعب السوري خلال السنوات الماضية، عبر ادعائه أن الدمار الواسع الذي أحدثه قصف النظام كان كله بسبب الزلزال كحيلة للحصول على تمويل غربي لإعادة الإعمار. مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تزايد حالات هدم المنازل المتصدعة بقصف النظام سابقاً، لا سيما في أحياء حلب الشرقية، أبرزها السكري والمشهد وصلاح الدين، في سعي من النظام لزيادة حجم الخسائر المادية المتعلقة بالزلزال بالدرجة الأولى، يضاف إليها التغطية على جرائمه في تدمير المدن والبلدات السورية. شبكة شام تحدثت عن إدراج عشرات المنازل المتصدعة على لائحة المنازل المعدة للهدم بسبب الزلزال، فيما يكتفي الأسد بالهدم تاركاً السكان دون بديل، فاتحاً الباب أمام ميليشيات إيران المستفيد الأبرز من استكمال تدمير حلب. بحسب إحصائيات الأمم المتحدة انهدم بعد الزلزال أكثر من 9600 مبنى بشكل كلي أو جزئي في شمال غرب سوريا حتى تاريخ 18 من شباط الحالي، بينما وصل عدد المباني المنهارة بشكل كامل في مناطق نفوذ النظام نحو 180 مبنى، لكن الإحصائيات الرسمية لم تحدد عدد المباني المتأثرة بالكامل بعد. منذ اليوم الأول للكارثة سارع النظام للمبالغة بحجم الخسائر الاقتصادية والإنسانية، متحدثاً عن قرابة 44 مليار دولار بحسب نائب عميد كلية الاقتصاد علي كنعان، مشيراً إلى أن البلاد لن تستطيع معالجة الخسائر وتجاوزها دون مساعدات خارجية.